windowwedding.com سايت يلي فيكم تشوفوا فيه كل الاشياء انتم بحاجه لها. اذا عندكم بيج ايفنتس او عندكم كمان بيج فاكيشن، لانه اليوم رح نحكي عن الفاكيشنز وعن الكروزز مع الام اس سي ريبريزنتيفز يلي موجودين معنا واللي هن جول المزهر. اهلا وسهلا فيك. وملاك كيوان اهلا وسهلا فيك. يعني كنا عم نحكي شوي قبل الهواء انه كل السنه فينا نفكر بالكروزز، ولكن الواحد لما هيك بتصير تربعين الدنيا يعني وبصير في شويه دفى بيتحمس اكثر. خبرنا شوي جول عن الام اس سي. اول شيء الام اس سي كروزز هي شركه بواخر سياحيه اوروبيه. نحن على مدار السنه بنضلنا عم نعمل رحلات، بننظم هالرحلات لحتى نغطي فيها معظم الديستنيشنز التورستيك ديستنيشنز. اذا بنعطي اكزامبل عنهم، مثلا عندنا شرق وغرب الميديترينيان، عندنا شمال اوروبا، بنبرم على جزر الكاريبيان، على الكناري ايلاند، حتى بالامارات بنطلع من دبي، جنوب افريقيا، جنوب امريكا. كل هدول البرمات بكونوا مجهزين اكيد محضرين قبل بوقت على مدار السنه لحتى ننظم فيهم رحلات. واتس ا كروز؟ الكونسبت تاع الكروز هو عباره عن رحله بحريه لسبع ليالي ثمان ايام ان جنرال. بنبرم تقريبا على اربع خمس بلدان بطريقه كثير مريحه للعالم، سو بيكونوا عم يبرموا هيدول المناطق كلها وذير بيرسونال بيلونجينجز محطوطين مطرح واحد، ما في عندهم كلفه انه انباكينج وباكينج. نعم، يعني فاذا هو اوتيل متنقل. صح، فينا نفكر فيه اذا بدك مثل كانه مدينه عايمه بالبحر بطريقه اكيد سيفتي كثير للاولاد للمراهقين. الضيف بكون عم يعني عنده نشاطات خلال النهار معبيه كلها سوا، الباخره بتسافر فيه بالليل من بلد لبلد حتى ما تضيع له وقته، هذا البوينت المهمه هون. بهالوقت بكون سهران بالمطاعم، عم يحضر سينما، عم يحضر مسرح، بتوصل الصبح على المدينه. هلا نحن نشوف صور، في اوقات في ناس حتى ما بحبوا يظهروا من ال صحيح، في اذا بده، ما هي لما توصل الصبح على المدينه بتعطيه تشويسز، في اذا بده ينزل يعمل تور بهذه المدينه ويرجع اكيد ضمن الوقت المحدد له. بدك وقت لتعمل تور البوت اصلا. ما هي بالليل كرمال هيك حتى ما تضيع له وقته ويروح مثلا على المطار او يغير اوتيل، كله بكون موجود هيدي بقلب الباخره. مستفيد من كل صحيح، مستفيد من كل هذا الوقت، يعني بكون عم بزور تقريبا ثلاث اربع بلدان برحله وحده بطريقه كثير مريحه لإله، ما مضطر يعمل باكينج وان باكينج للشنط مع كل هدول الديتيلز. رح نشوف بعض صور وفيديو كمان شفتوا لنا اياه تنشوف كيف بتكون الاجواء بالرحلات على الام اس سي. بس عندكم اكثر طبعا، الام اس سي عندها اكثر من باخره، عندها عدد كبير من البواخر وعندها عدد كبير كمان من التورات. التورات حتعطيكي فكره شوي عن التورات اللي عندنا اياه هون. تقريبا الام اس سي عم بتغطي موست اوف ذا تورستيك ديستنيشن حول العالم، وجهات سياحيه. اذا بناخذ الميديترينيان بواخرنا بتروح على اسبانيا، على فرنسا، على ايطاليا، موروكو، البرتغال. بشرق الميديترينيان بتروح على اليونان، على تركيا وعلى كرواتيا، مع بوسيبيليتي كمان انه تاخذي الباخره من تركيا او من اليونان ومن ديفرنت بورتس بيوروب. اذا بنروح صوب النورث يوروب، شمال اوروبا، في عندنا باخره بتطلع من المانيا او من الدنمارك، بتروح على السويد، على استونيا، على روسيا، حتى على النرويج، على بلاد النرويج. بالنسبه للكاريبيان بواخرنا بتطلع من ميامي من يو اس اي، بتروح على جامايكا، على مكسيكو، الكايمن ايلاند، الباهاماس. بالاضافه في عندنا روتينج باليو اي بتطلع من دبي الباخره، بتعمل سبع ليالي ثمان ايام بين الامارات وسلطنه عمان. سو هيدي الكروز هيدي ديكيتد للوينتر سيزون، سو نحن ننصح العالم يلي حابين يجربوا نيو اكسبيرينس بالوينتر فاكيشن انه ياخذوا يو اي كروز، لانه ات ويل بي فيري ديفرنت اكسبيرينس فور ذيم فور فاكيشن. هلا نحن بدنا نحكي عن الفاكيشنز يلي جايين. صحيح. واللي راح يكونوا كمان عندهم توراتهم الخاصه، شو بيكون هلا التشويس؟ يعني هلا اذا بدنا بالوقت الحالي في عنا اكثر وحده عم بيصير عليها ضغط هي الميديترينيان، ايطاليا، اسبانيا، فرنسا، تونس. في عنا كمان باخره ثانيه من البواخر الكبيره اللي عم نحكي، بيوصل تقريبا علوهم ل 18 طابق وطولهم 350 متر، هيدي كمان عم تبرم بالادرياتيك عماله فينيس وجزر اليونان مع كرواتيا. كل هدول البرمات اكيد قبل بوقت الحجز لازم يكون لهم لحتى نلحق كمان نقدم على الفيز. وهون الفيز كلها شنغن؟ لا مش بالضروره، حسب الباخره وين عم تبرم اي برمي، يعني مثلا اذا رايحين نبرم بجزر الكاريبيان اكيد بدنا الفيزا اليو اس اي، اذا عم نبرم بجنوب افريقيا بدنا فيزا. بس يعني فيزا وحده اوقات بكون عندك اكثر من فيزا، اوقات بتضلي مثلا تحصلي على الشنغن. صح على صح، يمكن مثلا في باخره عم تبرم باوروبا بس بنفس الوقت عم تبرم على يو كي وايرلند، هدول ديفرنت فيزاز. نحن بكل الحالات الفيزا ما بنتدخل فيها، هيدا الكلاينت هو لازم يعرف، نحن بس بيريكومند ونلفت له نظره اكثر انه انت بحاجه للفيزا. وهون قلنا انه
الحجز منيح انه يكون قبل بكير، شو صحيح. الاسباب؟ يعني اول شيء بتعرفوا انه انا اوقات الواحد ما بيكون عامل هالقد بلان لبعد كذا شهر، مزبوط، سبيشلي اذا كنا شوي بالشتويه بيكون بعد فكره قصه الكروزز اكزاكتلي. بس نحن لا، نحن لازم نبلش نفكر قبل بوقت، لانه اول شيء المحلات على الباخره كل ما قربنا اكثر على الصيفيه على الديبارتشر تايم بكون بطل في افيلابيلتي كما نحن بدنا، يعني بطل بنلاقي الكابل اللي نحن مريحه بالنسبه لنا. شغله ثانيه هي لانه بدنا نقدم على الفيز، وبنعرف نحن بلبنان كثير بتهجوا على السفرات، سو كمان لازم نكون اخذين موعد من قبل بوقت ومحضرين عده ورق كمان حتى نقدر نقدم فيها لحتى نقدر الفايل. وبنفس الوقت كمان عندنا حجز الطياره، يعني كل ما حجزنا قبل بوقت اول شيء عم نربح المحل الحلو على ظهر الباخره، عم نربح الوقت الكافي لحتى نحن نقدم فيه الفيز، وبنفس الوقت عم نحصل على سعر كمان مريح بالنسبه لنا، ما ننطر لاخر لحظه. كوننا رايحين على متن الام اس سي رح يكون الفيزا ما بعرف اهين، يعني السفرات تاخذ بعين الاعتبار هالشيء اكيد 100%، لانه الزبون وقت اللي يحجز بياخذ معه ورقه الحجز اللي بتبين الديتيلد روتينج تاع الام اس سي، واكيد هذا الشيء بيسهل له بيسهل له الموضوع انه ياخذ. فينا نشوف الفيديو، فينا نشوف الفيديو ونشوف شو اجواء الكروز. هون عم نشوف الام اس سي ديفينا. الام اس سي ديفينا طولها 333 متر وبيوصل لارتفاع 18 طابق، في 1751 كابن. هون عم نشوف الريسبشن اريا وذ لكجري فرنتشر. الباخره بتحتوي على 2 بانوراميك اليفيترز على درجه شوارفسكي اللي بتتميز فيه بواخر الام اس سي. هون عم نشوف كابن مع بالكوني. طبعا على الباخره في عنا اندور بول مع سقف بيفتح وبيسكر، هذا العالم يلي عم بتسافر بفصل الشتاء بتضل تقدر انها تستفيد من السباحه، بالاضافه لثلاثه اوتدور بولز. كمان اون بورد شيب عنا سبا اللي هو ام اس سي اوريا سبا، بقدم كافه العلاجات والمساجات مع بيوتي سالون. ما عم نشوف هون واماكن مخصصه لليوغا، بالاضافه للجيم يلي هو مجهز باحدث المعدات الرياضيه، بيتميز بفيو على البحر. كمان على متن الباخره في عنا وايد فرايتي للشوبينج، ديوتي فري شوبس، في اهم الماركات العالميه بيقدروا يلاقوها على الباخره. اما بالنسبه للمطاعم في فرايتي كبيره من ايطاليان فود لمكسيكان لجابانيز، بالاضافه لاوبن بوفيه لمده 20 اورز خلال النهار. طبعا ترافل ايجنت يعني راح يكون عنده كل التفاصيل الممله، صحيح، لانه يعني دائما هو اللي بحضر الباكج فروم اي تو زد اذا بدك، بيعرف الرحله منين بتبلش، بيعرف كيف بده ياخذ لها طياره بتكون ماتشنج مع وقت الباخره، بيعرف تقريبا الفيز شو هي اللي لازم ياخذهم. يعني الكلاينت حيالله ترافل ايجنسي هو بيتعامل معه، في يروح لعنده يقول له انا بدي احجز مع الام اس سي كروز، وهو بحضر له الباكج السوتبل له. ومفروض انه تكون تفاصيل يعني الكلفه موجود عند الترافل ايجنت، لانه في اوقات الاشخاص بيطلعوا وما بيكونوا عارفين بالتحديد شو هي الكلفه يلي بدها تترتب عليهم بالنهايه. مزبوط مزبوط، فمنيح انه يكونوا عم يسالوا كل الديتيلز، شو معقول بعد مثلا يكون مصروفهم على ظهر الباخره مع البورت تاكسز مع كل الديتيلز اللي هن كلهم سوا بيكونوا ديجا انكلودد بقلب الباكج المحضره مكتب السفر. بس انتم وكلاء ام اس سي بلبنان وسوريا والاردن؟ نحن الام اس سي كروزز هن فاتحين مكتب لهم بلبنان اسمه ام اس سي لبنان، مسؤولين عن لبنان وسوريا والاردن، صحيح. والحجز بيتم عن طريق اي ترافل ايجنسي، يعني اي ترافل ايجنسي حدا بيعرفه بيقدر يطلب منه باكج ام اس سي بنظم له اياه اسبر هيز ديت وبريفرنس للروتينج. طبعا بالكروزز الناس بيفكروا سيفتي قد ما تكون كبيره، كرمال هيك نحن كمان يعني مع طول بنقول انه الام اس سي كروزز هن الموست مودرن فليت ان ذا وورلد، بس نقول مودرن يعني بتجي دغري على نظرنا انه هي سيفتي لانه حديثه البواخر حديثين، سو نشكر الله انه ما بيصير في مشاكل اكيد بالبحر.
هون عم نشوف الاجواء يعني ما بقى 7 ستار اوتيل اكزاكتلي هون عم نشوف اليخت كلاب يلي هو ديديكيتد اريا للفي اي بي بيبل والعالم اللي بحبوا يسافروا بخصوصيه ورفاهيه بنفس الوقت في عندهم كثير برايفت سيرفيسز ولكجري ذس از ذا مين يعني توبيك لليخت كلاب هذا اللي شفناه بالاخر وعاده يعني العيال كمان اكثر شيء يمكن بتهتم بهيك كروزز فاذا للمجهزه للاطفال للميمي في عندنا اكثر من كلاب لهم عندنا التينز كلاب عندنا الميني كلاب وجونيور كلاب الادفانتج الاكثر مع الام اس سي كروزز انه الاولاد اذا كانوا عمرهم تحت 18 سنه ومشاركين اهلهم بالغرف بكونوا فور فري على ظهر الباخره يعني هيدي هون الاهل لازم يفكروا فيها انه هن عم بيسافروا برحله وحده على 4 بلدان كلها سوا فول بورد باقل كلفه ممكنه على العائله ليه لانه الاولاد اذا كانوا تحت 18 سنه عم بيكونوا فور فري بس عم ندفعون التاكس تبع البور فور فري توتالي فري توتالي فري بس صح هن في عندنا كابنز بيساعوا لاربع اشخاص هدول الاربع اشخاص اذا كانوا ثاني شخصين هن ولدين بقلب الغرفه يعني تحت 18 سنه ساعتها نحن ما بندفعهم حق التشارجز تبع الكروز بس بيدفعوا حق البورات التاكسز اللي بندفعها نحن فاذا في عدة كروزز عدة تورز للام اس سي بنرجع نذكر انه الترافل ايجنتس بكل لبنان هن رح يكونوا عم يقدروا يساعدوا الناس لحتى يحجزوا العيال بتقدر تكون كثير مرتاحه واذا مش عيال كمان كل التسليه والهنيمونرز لانه كل التسليه الموجوده على ظهر الباخره وين ما بيوصلوا كمان على كل بورات نعم منظمين جولات سياحيه في جولات سياحيه تكونوا انتم منظمينها اهلا وسهلا فيكم ميرسي ميرسي مشاهدينا وقفي هلا ونتابع